صلح أصالة مع البيوتي وهل باركت لهم؟ حرص الشير وشاهد شاهدوا المزيد من التفاصيل. قبل ما نكمل الفيديو والأخبار اشتركوا في القناة لا تكبر عيلتنا. البداية بهذا الفيديو مع أصالة المالح، فأصالة المالح ما كانت متواجدة في عرس الشير وشهد، وتوقع الجمهور أنه سبب غياب عيلة أصالة عن مناسبة البيوتي هو أنه أصالة كان عندها امتحان في الجامعة لهيك ما قدرت تحضر، وعلق الجمهور أنه نارين أصالة رجعوا يحطوا لايكات لبعض. وأيضا الغريب في الأمر أنه أصالة ما قام بوضع ولا لايك على عرس شير وشهد، وهذا الشيء اللي خلى الجمهور يتوقع انه أصالة ما باركت لهم هذه المناسبة، والبعض الآخر توقع انه أصالة باركت لهم في الخاص وما باركت لهم على السوشيال ميديا مشان تبعد الأنظار عن ارتباط أوسي وشيرين. وهذه بس تضل تحليلات وتوقعات الجمهور. لا تنسوا تشتركوا بالقناة ليصلكم كل شيء جديد. بحبكم، شوفكم بالفيديو الجاي.